ننتقل بعد هذا إلى رسالة أخرى من الأخ أبو عبد الله. في رسالته يقول كالتالي: توفيت أم الزوجة ولها عندي مبلغ من المال، لها 4 بنات، إحداهما زوجتي، مع العلم بأن زوجتي والأخرى من أب والأختان الأخريان من أب آخر، فكيف وزع المبلغ الموجود على 4 أم على 2، مع العلم بأن 2 أبوهم موجود والأخريان أبوهم متوفى؟ نعم، للبنات 4 الثلثان، لا لهن الثلثان من مال والدتهن، بينهن بالسوية ثلثان. وليس هناك شرط فرق بين ولا فرق بين أن يكون من أب واحد أو من آباء متفرقين، لهن الثلثان والباقي يكون لأولى رجل ذكر. نعم.